لغاية ما لقيت العقيد تامر بيتصل بيقول اديني ماما. بقول له مين؟ قال انا على العقيد تامر. شدي حيلك يا امل المقال. نفس المكالمة يجي سمعت الصوت واقفين هنا قاعد صرخ صرخ. سيف اللي طلع عليه معلش معلش معلش. انا ما كانش ينفع اعمل حاجة غير ان اصبر ماما وروجي. ما كانش ينفع اعيط. مصطفى انسان عززني في حياته وفي وفاته. صحابي بيعزوني بيقولوا لي انت باباك بطل. لو ظلت اقول للعالم كلهم انا ابن الشهيد مصطفى عبيده هقول الحمد لله. ما اقدرش اوصف. بس كان بيقول تتكلم معايا بيقول لي عايزك تطلعي دكتوره. سيف هو اللي نفسه يطلع ظابط. هو انا بصراحه من قبل ما بابا يستشهد كان نفسي اطلع ظابط. زوجة شهيد بس هو مش معي. أنا عايشة على أمل واحد بس هو المفروض ياخدني معاه في مكان. ممكن أكون حزينة بس أنا برضه هقول لهم ما تحزنوش لأنه شرس. بابايا ما كانش بابايا بس كان بابايا وصاحبي. وحشتني أوي ونفسي أشوفك. هو يعتبر كل المواقف مع بابا مش قادرة أنساها. شنو ما فيش موقف واحد عملني فيه وحش.